ربما يكون هذا الضغط على السيد محمد الشيعة السوداني. لحقه هي معروفة، الكابينة الوزارية في نظام ديمقراطي برلماني يجب أن تكون من قبل الأحزاب، نعم وهاي الأحزاب مو منظمات مجتمع مدني نعم حتى ما تنتج، يعني عندها نعم التزامات وعندها مواطنين، ويعني نعم أقصد ناخبين، ويجب أن تقدم نعم وزارة ككابينة وزارية. نعم نعم أنا أتفق أنه يجب أن ننظر أو نعيد النظر في الدرجات الخاصة، ويجب أن تكون هناك سلسلة. طبعا نعم أكو برنامج، الرجل واضع برنامج لتقييم أداء الدرجات الخاصة خلال نعم 3 أشهر، الوزراء خلال 6 أشهر، أكو برنامج. لا نعم تتصورين أنه هاي الخبرة التراكمية الموجودة لدى الأحزاب السياسية الآن، خصوصا الإطار التنسيقي، يريد أن ينجح نعم حكومة تحدي. نعم هذه حكومة التحدي طبعا بشرطها وشروطها على أن تكون، نعم لأن على أنتم أن يكون، دائما كنتم بصراحة تشكلون على حكومة السيد الكاظم. وما زلنا نشكل وسوف نبقى نشكل إلى ما لا نهاية، إلى أن الله وما يرث الله الأرض ومن عليها. لا مو ما يصير يعني شنو مثلا يصير؟ يعني ما يصير أنت تشكل على حكومة وظلت تشكل عليها وظلت تتحدث عليها وأنت ما تجيب حكومة أحسن منها. هسه احنا أنا بدأت أتح... لا هسه لا أنا مثل المولود. أتحدث عن المستقبل، خو جيد، يعني هذا أنا تحفيز متفائل، إلك واضح للإطار واضح للسيد محمد الشيعة السوداني حتى ستيفا يقدر ينجز والمواطن واضح. يعيد له الثقة. من بداية حديثي احنا تحدثت كنا أريد إعادة الثقة للمواطن. متفقين في هذه القضية، تجسير وإعادة تجسير الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة نعم أمر ضروري. بالنتيجة على شنو تبني تفاؤلك؟ نعم، على شنو تبني التفاؤل؟ لعدة في ظل أسباب، يعني تحدث عدة السيد القزويني كلام مهم جدا، قال وهو لك سيطرة الأحزاب، يعني اليوم الدرجات سهاني. الخاصة اللي تابعة على الأحزاب شلون طيب ممكن؟ قال لك الكاظمي ما قدر لأن الأحزاب موجودة. هسه هاي شماعة، هو مكن طرف سياسي على طرف سياسي، شنو مكن؟ كاظمي مكن طرف سياسي على أطراف سياسية أخرى، حاول أن يرضي أطراف حتى تدعم في إعادته مرة أخرى كرئيس وزراء، وكانت واضحة يعني بعض التغريدات اللي صدرت في دعمه وفي محاولة إعادته مرة ثانية، هذا واضح ما يحتاج لدليل. الأمر الآخر، أنا أرى والكثير يرون أن حكومة السيد الكاظمي هي من أفشل الحكومات في جميع الملفات، إذا كانت اقتصادية أو سياسية أو مجتمعية. لم يستطع هذا الرجل لا الكاريزما اللي يحمل ولا الأداء الذي حمل أن فك هذا الاشتباك. ما كان عنده حزب، لا ما كان عنده حزب، ما كان شلون ما كان عنده حزب؟ شلون؟ لا، الأخوة في التيار الصدري داعمين له وبقوة، والنتيجة طلبوا مرة أخرى إعادته. لا مو بس عنده حزب، عنده حزب وعنده حبايب، وماكرون يتواصل ويتصل يابا رجعوا مرة ثانية، دول أخرى أوروبية، لأن نجح في سياسته الخارجية. ليست نجاح، النجاح مو شخصي. كاظمي مو المكتسبات، النجاح العلاقات الخارجية توظف لشخصه، يجب أن توظف للبلد. شنو قيمة العلاقات الخارجية أو العلاقات الدولية إذا ما تعود لي بالفائدة، إذا كانت اقتصادية وإذا كانت سياسية للبلد؟ نعم.